لذلك اذهب الى الدكتور يوسف بن يزه من جامعه الدكتور استاذ العلوم السياسيه في جامعه بتنا. استاذ يوسف بن يزه مساء الخير. اهلا، مساء النور، مرحبا. كيف ترى هذه التجاوزات وكلام الاحزاب الكبرى بانها تعرض للتجاوزات وما تم تسجيله من طرف الهيئه العليا المستقله لمراقبه الانتخابات؟ نعم، وجود تجاوزات في حد ذاته مهما كان عددها او حجمها هو دليل على عدم نضج العملية السياسية ومشكلة في الوعي السياسي لدى المترشحين والناخبين والمجتمع ككل. لكن في العادة التجاوزات لما تكون فردية وتكون صادرة من أطراف متعددة وليست شاملة وليست ذات منهجية، فهي أعتقد في بيئة ليست متطورة جدا في الفعل السياسي كالجزائر هي أمر شبه طبيعي وعادي، يعكس شدة المنافسة وبروز كما ذكر العامل الأرندي يعني بعض الولاءات العشائرية والولاءات التقليدية تؤثر على سلوك الناخبين في مناسبات كهذه، وأعتقد أنها لا تسيء إلى العملية الانتخابية يعني بطريقة كبيرة ما دام هناك هيئات لديها كامل الصلاحيات للفصل فيها وإعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الحقوق إلى أهلها. لكن أعتقد أنه يجب أن تكون، والأستاذ القانوني موجود معنا، أن تكون فيه ضرب يد من حديد للمتورطين في الإساءة إلى العملية الانتخابية، فهي عملية راقية وسامية للتعبير عن الوجود وللمنافسة على السلطة وما إلى ذلك. يعني هذه من وجهة نظري فيما يخص هذا الموضوع. ممتاز جدا أستاذ يوسف، خليك معنا. مشاهدينا نروح فصل إشاري ونواصل بعده هذه التغطية المستمرة، ابقوا معنا.